مزيكتنا جولد على اكسبريس اف ام. زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكست مع ضيفنا لطفي سليم مدرب نادي حملة. نفتح لكم معاه على مشوار التدريب. ظهر لي بداية كسر لطفي كانت من الخليج على عكس متعارف به. بديت بالمقلوبة بديت دربت نادي حملة حق الويت سامحني، لكن بديت من الخليج وبعد رجعت لتونس. هو بديت في نجم حق الكرم وقت خاطر المسؤولين تاع النادي كانوا أصدقاء وكانت يبحث على مدرب، وأنا ما كنتش النية باش نخدم وقتها في تونس، لكن كانت معناتها بروفيزوار معناتها تنجم تقول حتى لاني تحصلوا على مدرب. لكن بعد مشيت لليبيا، انا قبل ما نمشي للخليج خدمت في ليبيا فتره 3 سنين ونص. ليبيا السودان السعوديه، ليبيا السودان السعوديه البحرين، اي البره معناتها من تونس حبيت تقول انت. اي عملت تجربه بالمقلوب معناتها واحد يعمل سي في شو بلاده. هذا والا تفرض عليك معناها؟ والله ما نجمش نقول شوا ولا تفرض عليا معناتها. وقتها في تونس في الفتره هذيك وانا بديت بشراني كانت أنا كنت غايب على السياحة الرياضية في تونس قبل الفترة ذيك، كنت برشا مسافر وتنجم تقول مش نلقى صعوبة يمكن وقتها باش نبدأ تجربة ولا باش نبداها من الفئة السنية من اللوطة ونخدم، وعملت اختيار باش نبدأ خارج تونس والحمد لله معناتها الواحد ما لقاش صعوبات باش ندخل للسوق. لكن بعد شنو الصعوبات؟ تشوف وخر شوية الدخول نتاعك للسوق في تونس. ممكن اي ممكن وخر اي خاطر كم 12 سنه لا 12 سنه ولا تقريبا ولا 11 سنه خارج تونس فتره طويله معناتها طويله برشا تخلي ممكن الناس بيدهم ينساو. سيرتو تعودنا مدربين يمشي ويجي اي مش انت استقريت غادي 12 عام اي مش استقريت. اما شوف معناتها لوفر تجي من برا معناتها اكثر منه من تونس غريبه معناتها تفهمك. اكزامبل رئيس جمعيه في تونس يقعد يخمم برشا وحتى يسال وحتى يشوف وما يعرفش لطفي السليمي شكون، يعرف الكوارجي معناتها ويعرف اكثر ممكن اخواته خاطر موجودين في السياحه في تونس. اي على المستوى الاعلامي كان عندهم على مستوى وجود موجودين على المستوى الاعلامي، دونك اوتوماتيكمون شنو يصير يلقى بعض التخوف نوعا ما في الفتره هذيك في ليبيا ولا في السودان ولا في الخليج ديريكتومون معناتها يقول لك مدرب عنده تجربه عنده شهيد ولاعب كره دونك اوتوماتيكمون فوالا. عملت اسم في ليبيا وليت مطلوب في ليبيا، مشيت تخدم في السودان وليت مطلوب اوتوماتيكمون في السودان، مشيت تخدم في الخليج وليت مطلوب في الخليج. دونك اليوم نبدا اذا كان نبدا معروض في تونس مثلا مره عند نادي ولا حاجه فما مفاوضات ونوع من الكلام تلقى عندي 4 أو 5 عروض خارج تونس اوتوماتيكمون البورسنتاج ديما يمشي اكثر خارج تونس. التجربه الاولى في تونس مع مستقبل جابس ما دامتش برشا شهرين ظهر لي. اي ما دامتش برشا. شوف مستقبل جابس هي فرصه باش نشكر الاداره نتاعو اللي عطتني الفرصه باش ندرب فريق عريق لمستقبل جابس، لكن انا التجربه نتاعي الصغيره معناتها مانيش صغير معناتها على مستوى في حياتي معناتها كشخص عايش تجارب بغض النظر على التجارب الرياضيه عندنا تجارب حياتيه الكل معناتها تخليك تعرف الناس في ساعه وتعرف اي مشروع مهما كان مشروع بتاع خدمه هنا مهما كان خاطر في الاخر بكل هي رياضه لكن تبقى خدمه معناتها فهمت تولي تفهم اللي الاطار العام اللي كنت موجود فيه هنا كان باش يخولي اني باش نمشي بالفريق هذاك للبر الامان ولا للنجاح به ولا لا. حسيت اللي انا شخصيا بالمشاكل الموجوده وقتها في المستقبل جابس مانيش باش نعطيهم الاضافه اللازمه هذاك علاش خيرت الانسحاب رغم اللي راهو غسان المرزوقي رئيس النادي اصر على اني نواصل معاهم ونشكره على كيفاش تقيمهم الشهرين والتجربه ناجحه متوسطه كيفاش؟ والله شوف على مستوى النتائج انتصار على نجم متلوي خسرنا الدربي وتعادلنا مع الملعب التونسي اللي في الفتره هذيك الملعب التونسي كان في اوج العطاء نتاعو منتصر على النادي الافريقي متعادل مع الترجي عمل نتائج كبيره برشا. فنيا كان ظروف صعيبه برشا اول ما استلمت مستقبل جابس بعد اسبوع اللاعبين عملوا اضراب معناتها لقيت روحي بعد اسبوع خدمه قاعد نتعامل مع اضراب نتاع ملعبيه على مستوى عقودهم وفلوسهم ومؤخرات تاع فلوس وبعد لعبنا الدربي اللي خسرناه ودربي جابس مهم برشا في مدينه جابس الخساره نتاع الدربي اثرت برشا على علاقة اللاعبين بالجمهور نتاعهم والإدارة واحد كان فمك الفوضى نوعا ما اللي حصلت خلتني أنا نقرر وقتها اللي مش باش نكمل في مستقبل جابس وبعد مباراة ملعب التونسي علمت رئيس النادي اني باش انسحب. باهي تا
تجربة جديدة مع هادي حمام. في خفيت الفريق الجولة 15 عنده 11 نقطة، توصلت للنقطة 15، عملت 3 مقابلات، تعادلت مع جي اس كار، ربحت سي بي وخسرت الاتوال. باهي مش خايب لحد الان البداية. هو باهي اللي الحاجة الباهية فيه هو تطور مردود الملاعبية. معناتها شوف نادي هذا الحمام نلف، كي ترجع للتاريخ نتاعو من 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 الأندية اللي في تونس تقدم كرة باهية معناتها، وجماهير نادي هذا الحمام نلف اللي كان مقلقها بقدر نظرا للنتائج اللي فهمته أنا وقت وصلت الحمام نلف، فهمت اللي اكبر مشكله عندهم كانت المردود. معناتها يقول لك احنا قاعدين نخسروا اوكي، لكن على الاقل يكون المردود باهي، معناتها باش نعرفوا اللي الفريق نتاعنا ماهوش داخل في ماشي في ثنيه خايبه. معناتها يقول لك على الاقل كان جا الفريق نتاعنا يقدم في مردود باهي ونحس الملاعبيه فما روح في الفريق وفما انسجام وفما اصرار نتاع الملاعبيه انهم يربحوا المباريات نتاعهم، حتى لو كان النتيجه ما تجيش توا، يقول لك توا مع الوقت لازم باش تجي. هذاك لقيت موجود الحق، لقيت تجاوب كبير من الإدارة، كبير برشا معناتها، وفي سوا حاولوا يوفروا لي ظروف العمل اللي طلبت هنا. ومن بعد صحيح الملاعبيه كانوا ناقصين خبره وناقصين، لكن اداره النادي وجماهير النادي اللي حنا نلف عندهم الخبره. معناتها عندهم الخبره، عايشين في الماضي نتاعهم ظروف صعيبه كما هكايا وخرجوا منها معناتها قبل بلوغه الكره تنجم تقول. دونك انا بنيت استراتيجيه الخدمه نتاعي فنيا بطبيعه الخدمه اللي حاجتي باش نخدمها نحطها جلامي اون بلاس، لكن على مستوى الايدنتيتي نتاع الايدنتيتي نتاع اللاعب نتاعي حبيت نستمدها من الروح نتاع الجمهور نتاع النادي هذا حمد نلف والاداره نتاع النادي حمد. اول ديسيزيون خذيته كان ممكن معاش قول لي انت صحيح ولا لا، رجعت الملاعبيه اللي كانوا معاقبين كيما غايث الصغير ولعبتهم زاد دخلوا بغال ياسيسي ولا غايفه. هو شوف في بعض الاحيان لازم واحد يعرف علاش قلت كان الاداره كانت فاهمه الوضعيه بالكدا وعارف كيفاش تتعامل معايا ووفرت لي ظروف. انا ما حبيش ندخل في التفاصيل لكن سالت انت سؤال دونك باش نجاوبك. الاداره يلزمها باش تعاقب الملاعبيه اللي عملوا تصرف تراه الاداره اللي ما يليقش بالنادي، هذا تصرف اداري بحت. لكن فهمت الاداره وقت اللي تحدثت معاهم اللي في بعض الاحيان عندنا ظروف صعيبه فنيا ما لزمناش يعني نعاقبوا رواحنا، معناتها فما ملاعبيه عندهم قيمه نتاعهم في الفريق يلزم يكونوا موجودين، عاقبهم ماديا، عاقبهم بطريقه اخرى كان تحب، لكن ما تنجمش تبعدهم على الفريق ولا تبعدهم على التمارين لانه من بعد باش تحتاج لهم انت كمدرب. ومهما كانت الملاعب يراوغ النادي الرياضي حمام نلف ما نجمش يسمح روحه اليوم في الفتره اللي استلمت فيها الفريق يسمح روحه باش يقول انا نستغني على ملاعب ولا اثنين، لانه زاد البشري معروف ماهوش زاد بشري كبير ياسر معناتها ثري برشا، عندنا ملاعبيه تقوسهم الخبره يلزمهم شويه وقت، عندنا ملاعبيه ممسوسين فني ذهنيا برشا معناتها لقيناهم اللي خارجين من فتره هزايم ومشاكل تاثر برشا على الملاعب، وتعرف الامور النفسيه عندها قيمه برشا على المستوى على المردود نتاع الملاعب. بالمقارنه مع بيشير شنو الاضافه اللي قدمها لطفي السليمي؟ والله ما نعرفش بيشير شنو بالضبط، مدرب عنده اسمه في تونس خدم خلى بصمه في العديد من الانديه اللي خدم فيها. ما نعرفش انا الحق، ربطت علاقه قويه مع الملاعبيه نتاعي، حاولت انه يفهموا اللي لطفي السليمي بدون اللاعبين ما عنده يمشي، واللاعبين بدون المدرب نتاعهم مهما كان اسمه ولا قيمته ما عندهم يمشي، لازم تكون فما فكره واحده. فهمتهم من نحب نوصل بهم، كنت مقتنع انهم عندهم الامكانيات، انه مستواه الفني ينجم يطلع برشا، ينجم يتحسن برشا، انه الانتقادات اللي كانت توصلهم من الناس ومن المحيط الرياضي هي عمليه تشكيك، وانه الجماهير نتاع النادي الرياضي حمد نلف تنتقد في الملاعبيه هي حب في النادي نتاعها، وانه الملاعبي مهما كانت مردوده سيء بالمجهود وكي يعطي التضحيات اللازمه ينجم يربح ود وعطف وتعاطف الجماهير وبعد النتيجه توجيه. معناتها الهمامه اليوم قبل الاخره تنجم تضمن البقاء؟ انا مقتنع ان الهمامه باش تضمن البقاء نتاعها بحول الله. شنو المؤشرات تشوفها؟ المؤشرات اللي احنا قاعدين نتعاملوا مع كل مباراه وحدها وقاعدين نخدموا كل يوم، كل تمرين كلها وكانه معناتها مباراه رسميه، كل تمرين بالنسبه لنا احنا معناتها تمرين مصيري بالنسبه لنا باش نخدموا فيه، قاعدين نحسنوا فيه ارواحنا باش نجموا نمشيوا بعيد، باش نجموا نمنعوا معناتها من الفتره من الترتيب الحساس اللي احنا فيه. مصيرنا في يدنا، ما دام مصيرنا في يدنا تقعد الامور معناتها احنا نتحكموا فيها، ما تحكمش فيها ظروف خارجيه اللي هي اخطاء تحكيميه ولا اشياء اخرى ولا نتيجه نتيجه نتاع فريق اخر كيفنا.
انا بالنسبه لي ما دام مانيش نستنى في الانديه اللي كيفنا معناتها في الناس الوضعيه نستنى فيها اش تعمل خارج ارضها ولا في ارضها في المباراه الاخرى، ولو كل المصير مربوط بمردود نتاع النادي الرياضي اللي حنلف النتائج نتاعو تبقى الامور في يدنا احنا. دونك اوتوماتيكمون عندي ثقه في المجموعه الموجوده حاليا. انا حكيت مع بشير قبل ما يخرج قال لي ليفكتيف نتاع الهمامه ضعيف، قال لي حتى الفلوس ما فماش بتجيب من لعبيه. انت كيفاش تحكم على ليفكتيف نتاع ساعه؟ انا ما نجمش نجيب من لعبيه معناتها جيت بعد الميركاتو دونك اوتوماتيكمون فما فلوس ولا ما فماش فلوس ما نجموش نجيبوا من لعبيه بالكل. ذيك وجهه نظر بشير. نحكي على ليفكتيف معناتها ليفكتيف في الفتحيه عندنا بعض النقائص في بعض المراكز اليوم كي محرز قائد فريق نتاعنا والظهير الايسر نتاعنا يتضرب نلقاو صعوبات باش نعوضوه. لكن شوف انا باش نجاوبك مره كانت عندي دردشه مهمه برشا مع روجي لومير، قال لي احنا المدربين نحلوا في المشاكل معنا، دورنا هو حل المشاكل. اذا كان ما فماش مشاكل شنو يكون دورنا احنا بالضبط معناتها في الاخير؟ دونك انا شنقول لك؟ نقول لك نادي الرياضي اللي حنلف عنده برشا مشاكل في الزاد البشري فنيا نحكي. دونك بوشير عنده الحق كيما نقول لك نادي الرياضي حنلف عنده ضعف على مستوى الزاد البشري. وانا دوري كمدرب اني نلقى الحلول بالموجود، اني نطور اللاعبين الموجودين قدر الامكان ولي نلقى حلول بالموجود، وهذاك تقريبا الدور نتاعنا. الفوز على سيابي غالي مهم برشا حتى ما كانش متوقع زاد. هو شوف عملنا مباراه كبيره ياسر امام النجم الرياضي الساحلي، كانت مهمه بالنسبه لي انا كمدرب. علاش؟ لانه طلعنا خسرناها صحيح، لكن طلعنا على مستوى الانضباط التكتيكي طلعنا باليه معناتها، هذاك مهم برشا. عملنا مباراه باهيه امام شبيبه القيروان على ارضنا، شبيبه القيروان سجلنا هدف ضد مجرى اللعب. علاش؟ لانه كانت عندنا ضربه جزاء مباشره، ضربه جزاء اللي كنا ممكن احنا نستناو فيه الحكم باش يزفرها لينا، صارت هجوم معاكس وقبلنا فيها هدف، دونك اوتوماتيكمون رجع الفريق نتاعي في النتيجه. من بعد لعبنا امام نجم الرياضي الساحلي مباراه كبيره برشا، وبعد نهارين لعبنا امام نادي الرياضي بنزرتي، ضيعنا ضربه جزاء في الشوط الاول. ان نسجلوا امام نادي الرياضي بنزرتي اليوم يعتبر من احسن تقريبا على مستوى الزاد البشري على نفس المردود من الانديه الكبيره في تونس، ان نرجع في النتيجه تقول نرجع النتيجه يعني الفريق يرجع يسجل هدف تاع انتصار وكان ضيعنا ضربه جزاء، اعتبروا انجاز في حد ذاته ممكن ما كانش منتظر بالنسبه للعديد، لكن نسق التصاعد اللي ماشيين فيه احنا على مستوى المردود خليني انا متفائل على المستوى بالنسبه لمباراه نادي الرياضي بنزرتي. باهي باش نبداو في الفقرات اللي تعودتوا بهم في الحصه نتاعنا. البدايه مع قول الو. قول الو. يا سلوت في قول الو. 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 الو مرحبا. وبيك عايش. مرحبا. مرحبا بك. ايوه شكون ما نعرفوش الصوت هذا مش غريب. شكون معنا ذا؟ باهي طلع. سي رئيس نادي الرياضي حملف. صحيح؟ لا لا غلط. تحكي بجدك يا اخي. صوتي ما يجيش نتاع رئيس. سمير لباس. لا لا حنعرف قلتها بالحق ولا بتفدليك فدلك عليا. نسخاف عرفت صوت سميرة. لا فدلك عليا. باهي موجود معنا الثنائي سمير السليمي وعادل سليمة الشقة. لطفي سليمي. عادل زي معكم؟ وعادل معنا. مرحبا. قال لك الو زاد ما عرفتش الصوت ولا لا ما عرفتوش من تالي. هاي شكون يبدا؟ عدولة. انا جيت باش نسال ونقول له معاك اللي شرب دبوزة الماء صافية وقت انا نلعبوا في النادي الافريقي. ايوا شنو هي حكاية دبوزة الماء؟ شنو هي الحكاية عدولة؟ مرحبا بكم السي سمير عايش. وعادل. يعيشكم بيك يعيش مرحبا بيك. اي شنو هي حكاية دبوزة الماء؟ هاكا يحكي لك هو ما بنساها. شنو هي حكاية دبوزة الماء سي لطفي؟ ولا ما تحكيش؟ ما تحكيش. لا 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 تحكي لي. ايه احكي لي. فكرني عادل. لا لا مرة في معسكر احنا في الكلوب نلعبوا وكان ثم دبوزة ماء صافية برك احنا بيتين بعضنا في البيت شرب لي هو الدبوزة وانا نقول له خلي لي شوية وهو مش هنا يكمل الدبوزة خليني بلاش. باهي شنو امركم الساعة سمير لطفي عادل شنو الامور الساعة وينكم انتم سمير بون شوفوا فيه في بلاتوات في اف ام بداية مع سمير نشوفك في اف ام كذلك في التاسعة بعد شوية على التدريب ولا كيفاش؟ لا لا ما بعدش اما سنين بون انا قعدت 8 سنين بعيد على التدريب مشيت للتحليل عملناه اللي جاتني معناها امكانيه اني ندرب الحمد لله وصلنا للاهداف نتاعنا تعرف انت انه في تونس يا خويا معناها الظروف نتاع التدريب والظروف هذه كلها تعرفوها الكل مانيش مستعد باش نغامر انا باسمي مانيش مستعد باش ناخذ العروض من اجل معناها العروض لا اكثر ولا اقل معناها رغم انه جاتني بعض معناها الامكانيات اني ندرب سنه
بدون ذكر اسماء الفرق، ولكن لا فما بروجي، لا فما فلوس، لا فما امكانيات، لا فما حد شيء. دونك الخير راني نبعدو كاهو. هو تعودنا نشوفوك انت وعادل، عادل انت وسمير كيف كيف تعودنا نشوفوك في تونس في البلاتويات كيف كيف في التدريب، اللي خليته بلاصه لطفي ظهر لي السنه. شكون يجاوب؟ عادل، نسال في عادل. لي. لا ما نعطيه، ما نمشي به، مش بشرط هي انه خليت بلاصه لطفي، لطفي ياخذ بلاصته اللي يستحقها واللي يتعب عليها. كل شيء مربوط بالمكتوب كهو. ممكن تجي ظروف تخلي سمير ما يتشجعش، وكما قال انه بعد الاسم اللي عمله ولا السمعه الكبيره اللي عملها كمدرب وكلاعب قبله كمدرب، ما ينجمش ياخذ ريسك في ممكن في صدوف الاجواء هذه. وبالنسبه لي انا ما الحق ما كانت عندي تجربه في 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 في, في الدوري القطري، ولطفي يظل كل سوا احنا موجودين في الدوري مع الخوره ولطفي احنا موجودين اكيد الكومبيتونس نتاعو تخليه ياخذ بلاصه. معناها مش بشرط هي انك كي خرجنا هو خذا هو البلاصه، بالعكس يستاهل لطفي كل خير. سي لطفي، علاش انت اقل حضور من عادل وسمير في المشهد الرياضي في تونس؟ تحكي على المستوى في السنوات اللي قدرت تعدي ممكن انا كنت خارج تونس، معناتها مش ديما في تونس لما حالا، دونك اوتوماتيكمون ما نجمش نكون حاضر برشا. وسنا الموسم معناتها الفتره اللي تعدات كنت موجود برشا في تونس، دونك كان فما حضور اكثر برشا من 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 الفترة القديمة الاكثر. سمير، كيف العلاقة بيناتكم؟ تصور في الدار لو بلاتويات تحليلية ودنيا هك؟ والله لا بالكل بالحق. يستغربوا الناس سمير، يتخيبون نحكيو كان على الكوره في الدار. كيفاش يستغربوا الناس؟ يتخيبون نحكيو كان على الكوره في الدار. لا لا، جامد لافي، جامد في الكوجينه ما فماش بلاتويت في الصاله. اخر حاجه جميل. دارنا نحكيو على الكوره، صدقني من قبل روا. علاش؟ من قبل وبعد عرسنا كل واحد مشي على روحه، ومعناها كل واحد باهي في عائلته في داره في كذا. حتى كي كنا قبل معناها فرد دار، معناها جامد لافي باش نحكيو على كوره ونحكيو على ماتش وفي ماتش كهو. علاش واه منكم هذا ولا؟ لا لا، انا صدقني ربما تستغرب في المعلومه هذه، انا في لونتوراج نتاعي الكل صعيب برشا باش نحكي على الكوره ابار في لي بلاتون تاع التلفزيون. وساعات في لي بلاتون نبدا فاتت ما نحبش نحكي. خرجت من خشمك تقول انت ولا؟ بالضبط، ساعات والله العظيم ساعات في البلاتون نبدا ماشي له سياق قدامه 10 للتالي، ماذا بيا ما نمشيش. هو سمير، حتى كانت تتذكر حتى الناس يستغربوا يقول لك يخايبوا عنا مثلا في الدار تصور الكوره نتاعنا، احنا الدار الكرة معبيه بتصورنا بالكوره، واحد ما عندناش جمله قليل، يمكن واحد ولده ولا بنته يحب تصويره، ولا امه ولا ابوه يقول لين حب تصويره نتاعكم، ما تلقاش معناتها قليل برشا. انا ما فور اكزومبل ما عندي حتى تصويره في الدار، اذا في الدار الوالد ولا الوالده الله يرحمها، دونك ما عندي حتى تصويره، وما عندي حتى ميداي، وعندي حتى ماريو القديم تاع الكليوب ولا تاع كيفاش نال، دونك كهو سي ان شوا بالنسبه لي انا. هذاك هو يوفى الماتش مشى على روحه، تو يوفى بلاتو التحليل مشى على روحه، رب لو تمشي لجديد على الاقل. كيف كيف عدول انت زاده؟ بون كيف كيف تقريبا، ممكن بارابور سمير ولطفي ممكن كيلكو مايو كسوفينير من الكارير اللي تعدى مازالوا موجودين، سوفينير تاع كوف دي مود مازال موجوده. ومش انا اللي حرصت، لان معناها المدام وامي يرحمها قبل كانت هي اللي حرصت الناس تعمل عليهم. اي كنتوا عاملين حلف قبل في الملعب عادل ولا؟ والله شوف الحلف، اذا الحلف يجيب يصنع التاريخ ويصنع المجد، اذا الحلف مع عائله الرئيسي يصنع الرجال، مرحبا بينا في الاحلاف اللي موجوده. بي علاش سي لطفي انت الوحيد اللي ما دربتش في تونس؟ معناها اللي ما خدمتش في الافريقي. معناها انا ما خدمتش في الافريقي، ما بين لطفي ما وتاش الحق، ما جاتش الفرصه. وكما قلت لك انا ديما خارج تونس، وما لا انا مشيت وراها الفرصه هذيك باش نحب الريني ندرب في النادي الافريقي، ولا هي جات معناتها بطبيعتها، فهمت؟ فريقي يقعد النادي الافريقي شرف ليا كان نخدم فيه مهما كانت المنصب باش نجم ناخذه، لكن ما جاتش الفرصه اني نخدم في النادي الافريقي لاكثر اقل. سمير، احكي لنا على لطفي، حاجات ما يعرفهمش العباد عليه، كيما يقول كان يحكي فماش ترايف هكا ما يعرفهمش العباد، ولا كيما كان يحكي عادل عاد بوسط الماء. اللي العباد اللي ما تعرفوش، اللطفي معناه كان في نجم حق الود الكرم، تعرفوها ولا المعلومه. أيه. ومشى للمنتخب الاصغر وقت جمال الامام وهيثم عبيد وشكري الواعر وغيرهم، وهو في الكرم. حكينا في البورتخي اللي عدوا عليه الصحباني. بعد مشى لسبيرونس، راه ولد الترجي راه في بالك. اي هذه ما يعرفوهاش برشا ناس. مش ولد الترجي، ما لعبت في الترجي حبيبي، يقول لك
دونك لا يا زين فدلك مش ولد التراجي لعبت الاسبيرونس عامين ولا ثلاثه عملتها. نقول لك علاش لا عام سمير اما ترنيت عام ونص وقت خاطر ما كنتش ممنوع باش نلعب. هو اللي صار انه النجم هذا النجم حلقه الكرم رفض اني نمشي للنادي الافريقي وقتها. وفي الفتره هذيك باش تمشي من الفريق للفريق لازم ترتاح عامين وقتها. وفرض عليا نمشي للترجي التونسي وكان الله يرحمه الحاج علي ورق كان هو مسؤول في الانتدابات في الترجي. هو اللي هزني للترجي التونسي والحق عملت موسم ونص معناتها موسم نلعب فيه اوفيسيالمون ونص وشطر موسم نترينا فيه مع الفريق الاول. كنت عمري 16 سنه وقتها ونترينا مع ماريلدو وقتها يعني طارق ذياب وخالد بن يحيى وانا كنت صغير بقى. وبعد الموسم بعد ولا معناتها مسموح لي باش نلعب ولعبت موسم اواسط مع الترجي التونسي وخذت الباك نتاعي سافرت بعد الباك ما سافرت بقتها مشيت لبلجيكا رجعت للنادي الافريقي. عاد الفما تواصل بيناتكم وتتشاوروا في الامور معناتها انت باش تريني جمعيه ولا باش تدرب جمعيه ولا كسمير كيف تتشاوروا في الامور هذه ولا لا؟ لا صراحه مستحيل انا بالنسبه لي باش يكون صادق معك مستحيل علاش؟ انا ما تاخذوش راي بعضكم انا لطفي مشى المستقبل جابس وخرج من المستقبل جابس وما كلمتوش بالكل ومشى الحمام نلف كلمته بعد ماتش الربح نتاع سي ام بي قلت له مبروك لا اكثر ولا اقل. متعاركين يا اخي؟ لا لا والله برشا يستغربوا من الموضوع هذايا على خاطر انا شخصيا كان شاورني على حمام نلف راني مش نقول له لا ما احكي راني نلف حمام نلف بطبيعه الحال فهمتني على خاطر ما نحبوش معناها لا قدر الله تصير ديسيبسيون يتحملها هو المسؤوليه تو فهمت. اللي انا بالنسبه لي انا مدرب نتاع كوره يلزم عنده ضمانات ماديه وضمانات رياضيه فهمت. دونك انا هذاك علاش انا عندي برنسيب في الحياه نمشي به. اذا كان انا نشوف مدرب يخدم جمعه وجمعتين وشهر وشهرين ما نلومش على الرئيس انا نلوم على المدربين نلوم على الناس اللي ترمي في رواحها وتحب تراني. وفما مدربين يطيحوا في الاسوام ويكسروا في السوق نتاع الواحد باش يعطيني بالي بركه كل واحد وظروفه الماديه وظروفه الرياضيه ما نعرفش عليه. ولكن التواصل مع لطفي حقيقة معناها تواصل معناها قليل معناها في الأمور الرياضية بطبيعة الحال. هو حر كارير ونجم يتصرف فيها كيما يحب هو. كيف عاد أنت زادة؟ لا هو مش معناتها لما ناخذوش نعطيه ما نعطيهوش رأي نعطيه رأي وقت اللي هو يطلب. أما في مسألة أنه شواء نتاعو هو كاريره يحدو في المكان اللي ممكن العوامل اللي خلاته يقبل مستقبل جابس أنه يقبل حمام نلف ممكن اللي هو عوامل إيجابية ويدخل السوق التونسي وهذا اللي حب عليه مهما كانت النتيجة. أما أنه نعطي رأي ولا نقول له نحلوا مباريات ولا نقول له هذه وهذه صراحة باش نكون صادق معاك عمرنا ما ندخلوا فيه ما نتكلموش في الكورة بالكل تقريبا. وغارمون زاد حتى انا حكيت معاه في ماتش حمام نلف ذولي قلت البارح ولا البارح قبلته هو جوست باش نقول له راهو ربح تحفون وان شاء الله الجاي معناها ربي يوفقك الجاي في وقت مهم جدا بالنسبه للطفي وباسم النادي حمام نلف وضد نادي من احسن الانديه في اللي قاعده تكور توا في البطوله. اي سي لطفي حبيت تقول حاجه؟ هو صحيح تجربه نادي حمام نلف تجربه صعيبه برشا لانه كما قلت انا قبل قلت لو كان كنت في الاول المسار نتاعي كمدرب كنت خاف منها برشا ما ناخوهاش الحق فهمت. لكن تجارب التعداول الكل معناتها توا كيما قلت 11 سنه توا تقريبا راني سينيور في خارشون صحيح راني عشت تجارب نوع هذيا مثلا خذيت مره نادي الشط الليبي في 2009 وقتها مثلا مره كان في المرتبه الاخيره وعاقبته الفيفا بست نقاط وزادتها اكثر وفي الاخر ظروف خدمت انه منع الفريق وقتها وكملنا في المرتبه العاشره وكنا بعدنا على نفس الشيء عشتها في اهلي الخرطوم السوداني. دونك التجارب القديمه خلتني اليوم معناتها بعد سنين من التدريب توا تخليني ما خوفتنيش برشا تجربه نادي حمام نلف. كي قدمت بعد اسبوع تقريبا فهمت اني نجم نعمل حاجه بار كونتر في مستقبل جابس كي خدمت بعد اسبوعين تقريبا ثلاث اسابيع خفت الحق عرفت اللي الظروف المحيطه بالفريق ما تسمحليش انا كشخص باش ننجح معنا. واضح يعطيكم الصحه سمير وعاد خليكم كان تحب اضافه ليكم نبدا بيك عاد. والله ان شاء الله نتمنى لك انت التوفيق نتمنى لطفي خويا ان شاء الله ربي يوفقه ربي ينجحه يستاهل كل خير وان شاء الله ما يتشوكاش بالجو الحقيقي والاجواء الحقيقيه للكره التونسيه. قال سالته وين قال بدا يتعود هكا عنده فكره. لا مازال ما تعودش. سمير ما شاف شيء. خويا بون شونس بالنسبه لكم انتم وان شاء الله ربي يوفقكم. وبالنسبه لطفي نداء ولا معناها رجاء من حبيب نلف والمسؤولين نتاعو ويقفوا معه الى النهايه.
وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح وان شاء الله حرمنا الاستنجاح على ايديه وتمنع من الراحة. حتى فما 8 فرق معنيه راهو حتى معناها فما 8 ايكيبات في السبعه في سبعه نقاط معناها معناها كل شيء ممكن كل شيء ممكن دونك يخدم على روحه وربي يعينه ويسكر وزنيه من لونتوغاج انا نعرف برشا حاجات غاديكا وكذا من لونتوغاج ويشد صحيح في ملاعبيته هو وملاعبيته ويحميهم ومع الاداره نتاعهم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. يعطيكم الصحة. دونك هكا وصلنا للخمسة بتاع عشية نهاية زون ميكست اليوم. قبل ما نختم نعطيك الكلمة سيروت في لو كان تحب. شكرا على الاستضافة ليا وكنت سعيد بالتواجد وكنت سعيد على المداخلة نتاع سمير وعادل نتاع مداخلة ممتازة. نتمنى نراهم يرجعوا يدربوا خاصكم المرات القليلة اللي حكيتوا فيهم في الكورة قلت ما تحكيش. اي شوف انا نتمنى نراهم يرجعوا لميدان التمرين لأنه حقيقة معناتها بغض النظر على الخبرة نتاعهم كملاعبية ينجموا يعملوا اضافه كبيره برشا على المستوى التدريبي الكره التونسيه. سمير وعادل معناتها يلزمهم يكونوا معناتها ماهوش نورمال انه يكونوا مش يكونوا موجودين على في الساحه الرياضيه في معناتها ناشطين وفعالين معنا. ولو انه سمير قاعد يحل معناتها في البلاتويات اي ما ممكن ياثر اكثر لو كان يدخل الميدان معناتها بس كما كان قبل. واضح. بالتوفيق لكم انتم الثلاثه بالطبيعه ان شاء الله احنا نتلاقاو السبت الجاي في نفس التوقيت من زون ميكس كالعاده من الاربع حتى الخمسه متاع عشيه على اكسبريس اف ام. اجمل تحيات اسلام المتب.